والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وصل اليوم إلى مديرية أوقاف شمال سيناء الدفعة الرابعة من لحوم صفوف الإطعام تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، كمية 3 طن لحوم لتوزيع على أسر أشد فقر واحتياج، بحضور السيد الأستاذ محمد مندوب التضامن مشرفا على التوزيع، وتحت رعاية وإشراف معالي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الخميس الموافق 31/3/2022 تم استلام الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الإطعام، حوالي إجمالي ما وصل إلى مديرية الأوقاف بورسعيد 4 طن من لحوم صكوك الإطعام، ويتم تسليمها لمديرية التضامن لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بناء على تعليمات مع الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وكل عام وحضراتكم بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. ونحن مع اقتراب الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، تتشرف مديرية أوقاف الأقصر باستقبال الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الإطعام وقدرها 2 طن، وذلك لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية. اليوم الخميس الموافق 31/3/2022، وبهذا تكون مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت 3 دفع ب6 طن، والله الموفق والمستعان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الخميس الموافق 31/3/2022 تم بحمد الله وصول الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الإطعام كمية قدرها 2 طن إلى مديرية أوقاف الإسماعيلية، ويتم الآن تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي، وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الإسماعيلية حتى تاريخه عدد 5 طن. وكل عام وأنتم بخير.